رحب فيكم مشاهدينا في مسابقة سين جيم، هذه المسابقة اللي تعد واحدة من المبادرات المجتمعية والداعمة لذوي العزيمة، واللي وجه إلى إقامتها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف تنمية وتنويع مصادر الثقافة والمعرفة في إطار اجتماعي يساهم في تعزيز المسيرة التنموية في المملكة. أكيد نوجه أيضا الشكر الجزيل إلى بنك البحرين الوطني اللي ساهموا في رعاية هذه المسابقة اللي راح تشوفون فيها 12 عائلة يتنافسون على الجائزة الكبرى وهي 100,000 دولار أمريكي. أكيد في كل حلقة عودناكم نجمع عائلتين يتنافسون للتأهل للمرحلة التالية. الفريقين اللي راح يتنافسون معانا في هذه المرحلة عائلة أم فاطمة، يا هلا ومرحبا فيكم ومنورينا اليوم، وعائلة أبو محمد، يا هلا ومرحبا فيكم ومنورينا. مرحبا فيك. بنبتدي بعائلة أم فاطمة، بنتعرف عليكم، نبتدي فيش، تفضلي. اسمي رؤيا عادل، تصير عمتي ولد عمتي. رؤيا عادل، يا هلا ومرحبا فيك. اسمي محمد إبراهيم. محمد إبراهيم. اشتغل كمهندس في هيئه كهرباء الماء. والنعم فيك. اصير خالتي وبنت خالي. والنعم. فوزيه مهربان حسين، خالته عمته. والنعم فيكم، نورتونا اليوم. يا هلا بك. ان شاء الله تكونون مستعدين. ان شاء الله. الثقافه موجوده، الزمن الجميل بنرجع فيه. اكيد. تتذكرون الاشياء من قبل؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عائلة أبو محمد نرحب فيكم اليوم معنا في الاستديو. يا هلا مرحبا فيك. نتعرف عليكم. محمد يوسف الناجم، الابن الأكبر حق الوالد. الابن الأكبر، يا هلا ومرحبا فيك بالاسم. ها، عائلة أبو محمد. محمد. يعقوب يوسف الناجم، الابن الأوسط. يعقوب، يا هلا فيك. الابن الأوسط. أبو محمد. يوسف الناجم. يوسف الناجم، والنعم. مهندس جيوتقني متقاعد. ومدير عام لعدة شركات في البحرين وفي الخليج العربي. نورتونا اليوم في الاستديو، إن شاء الله بعد جاهزين. بدنا جاهزين. شلون الاستعدادات كانت؟ درستوا شيء؟ ولا بس على الذاكرة؟ بنشوف. كذي وكذي إن شاء الله. يلا بنشوف حقبة الزمن الجميل، من فيكم بيتذكر المعلومات؟ بإذن الله تعالى. مشاهدينا، تعرفنا على عائلة فاطمة وتعرفنا على عائلة أبو محمد. خلينا نروح حق أول جولة في مسابقة سين جيم، جولة الزهبة. الزهبة من اسمها مثل ما أقول حق كل العوائل، أسرع شيء إحنا نقول في البحرين يقول عنه زهبة، سريع. فبيكون عندنا دقيقتين على الساعة بتشوفونها، وفي خلال هذه الدقيقتين راح أسأل أسئلة متنوعة، عليكم تتعرفون على الإجابة. الفريق اللي يعرف الإجابة أسرع يكبس على الزر اللي موجود على الطاولة ويعطيني إجابة. الإجابة الصحيحة تساوي 10 نقاط، الإجابة الخاطئة تنقصون 5 نقاط، والسؤال يروح حق الفريق الثاني، وإذا جاوب يحصل على 5 نقاط. حلوين؟ متفاهمين؟ نبتدي؟ نبتدي دقيقتين. في أي منطقة تم تصوير مسلسل فرجان الأول؟ المالكية. بحري. إجابة خاطئة. المالكية. المالكية إجابة صحيحة. 3 مناطق في المحافظة الشمالية. ثلاث مناطق في المحافظة الشمالية. البديع. سار. الجسرة. إجابة صحيحة. برنامج مسابقات بحريني تتنافس فيه العوائل أطلق عام 2020. سين جيم. سين جيم إجابة صحيحة. بدون أل التعريف اذكر منطقة واحدة في البحرين بحرف الراء. راس رمان. راس رمان إجابة صحيحة. أكمل المثل، اللي ما له أول ما له تالي. ما له تالي إجابة صحيحة. ما اسم الجسر الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية؟ جسر الملك فهد. جسر الملك فهد إجابة صحيحة. أكمل المثل، منطق الباب. يا للجواب. شاعرة بحرينية اشتهرت بأعمالها مع الفنان عبد الله رويشد. فتحية عجلان. ما كمل. فتحية عجلان إجابة صحيحة. في أي محافظة يقع مجمع مدينة التنين؟ المحرق. محافظة المحرق إجابة صحيحة. أين يقع استاد البحرين الوطني؟
مدينة عيسى إجابة صحيحة. إلى ماذا ترمز الخمسة مثلثات في علم البحرين؟ أركان الإسلام. أركان الإسلام إجابة صحيحة. ما اسم البرنامج التعليمي المخصص للأطفال ومن شخصياته بدر وأنيس؟ افتح يا سمسم. افتح يا سمسم إجابة صحيحة. ما اسم شخصية الفنان عبد الحسين عبد الرضا وخالد نفيسي في مسلسل الحيالة؟ دواس. دواس مانع. مانع دواس إجابة صحيحة. وبكذي انتهت فقرة الزهبة. جاهزين تعرفون من فيكم كان الزهبة في هذه الفقرة؟ أكيد. عائلة فاطمة عندكم 45 نقطة من فقرة الزهبة. عائلة أبو محمد عندكم 75 نقطة من فقرة الزهبة. مشاهدينا كانت هذه أول جولة في مسابقة سين جيم. أكيد ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل وراح نتعرف عليهم في نهاية الحلقة اليوم. طالعين فاصل بسيط وراجعين، خلكم معنا. توجيه سمو الشيخ خالد على النسخة الأولى والثانية، وايد أتحمس وأتشجع وأشارك بطولات حتى خارجية. هاي اللعبة صح قديمة، بس أشكر الشيخ خالد على أن سوى هالبطولة في البحرين وخلى الناس كلها تشارك وتغير طموحاتها تجاه اللعبة. وقفته وياي غيرت لي حياتي كلها صراحة، من إعداد، من أكل، من أي شيء صراحة. خلتني أشارك بطولات برا. توني راجع من الإمارات، بطولة أقوى رجل الإماراتي، حصلت المركز الثاني. الرياضة شيء وايد حلو في الحياة. ما في إنسان في الحياة ما عنده طموح. الشيء ما يجي لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث، يبي له يعني تعب طويل. كلام اللي أوجهه للناس صراحة إن لا يأسون من طموحاتهم، يواصلون في طموحاتهم ويكملون إن شاء الله. متواصلين معاكم مسابقة سين جيم، ومعانا اليوم في الاستديو عائلة أم فاطمة وعائلة أبو محمد. عائلة أبو محمد متقدمين 75 نقطة، عائلة أم فاطمة عندهم 45 نقطة. أكيد للحين ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل، ما زال أمامنا جولات مختلفة ومتعددة وبنقيس معلوماتكم في الزمن الجميل. بس قبل لا نروح حق الجولات، خلونا نرد نرحب بضيوف الشرف اللي منورينا في كل حلقة من مسابقات سين ديم. الفنان سامي رشدان، يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا فيك وجميع اللي يشاهدونا، ونرحب بالمشاركين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فرش اليوم؟ اليوم مولعين ما شاء الله عليهم، عائلة محمد وعائلة فاطمة. وانتوا قاعدين في الميلس، ايش رايك في الحماس؟ متحمسين لهم. تحمست وياهم كنك ياي كذي مستانس، تقول لهم عجيب الحماس في الحلقة. ما شاء الله عليهم، احسهم يعني مو متحيز لهم بس ماطرين الجو، بس ما يندر المرحلة الجاية شلون بصير. ما ندري صدق المرحلة الجاية شلون بيصير. ضيفتنا الثانية الفنانة هيفاء حسين، يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم، اكيد منورين الاستديو. وأنا متحمسة وايد لأن ما شاء الله قاعدة أشوف في تنافس وايد قوي وسرعة بديهة عند عائلة أبو محمد. بس شدوا حيلكم لا يأكلونكم ترى. وإحنا معاكم إن شاء الله موجودين عشان نساعدكم إن شاء الله بإذن الله. عائلة أبو محمد ما يخلوني أكمل السؤال. ما شاء الله عليهم سرعة بديهة، هذه ميزة، هذه ميزة. بس أحيانا ترى طيحتم يعني، فحطوا بالكم. لا لا بس إن شاء الله موفقين. ضيفنا الشقي ولا ما اقول الشقي؟ ذبحتيني. احمد شريف نورتنا. هلا والله نورت وتشرف فيكم. بس شوي شوي على الباز الله يرضى عليكم. انا اتوقع اقترب عندك. المصابح جاهز. ايه هني اقترب اتوقع. هني شغال. مشاهدينا ضيوف الشرف وايضا متسابقينا في الاستديو، ضيوف الشرف راح يكونون الذراع الايمن لكم. انتبهوا لهم وسمعوهم عدل لأنهم راح يساعدونكم وايد في الجولات الجاية. وخلنا نروح حق الجولة الجاية وهي فقرة منه الصح. منه الصح؟ من اسمها؟ منه الصح؟ نبي نعرف وين الإجابة الصحيحة. في ثلاث أسئلة حق عائلة فاطمة وثلاث أسئلة حق عائلة أبو محمد. كل سؤال موجود معاه ثلاث خيارات
عند ضيوف الشرف، كل ضيف عنده خيار وأيضا 20 ثانية على الساعة يقنعكم أن إجابته هي الإجابة الصحيحة. القرار راجع لكم، إجابة من هي الإجابة الصحيحة أنتم بتختارون الكرة في ملعبكم. وقت الإجابة إجابتكم صحيحة بتحصلون 20 نقطة في هذه المرحلة، إجابتكم خاطئة ما بتخسرون أي شيء بس ما بتنضاف العشرين نقطة. اتفقنا؟ جاهزين؟ جاهزين. بسم الله نبتدي مع عائلة أبو محمد بما أنكم متقدمين. سؤالكم يقول في أي شهر من سنة 1953 تم استخدام أول ختم يحمل اسم البحرين؟ سامي معروف، شهر الخير، شهر ديسمبر، شهر الولد فيه. مستبشر بالخير. ما أقدر أقول ديسمبر؟ كل الخير في شهر ديسمبر، ما داعي تخسرهم عشان تعادل النتيجة. كل الخير في شهر ديسمبر وإحنا في شهر ديسمبر. هيفاء. نعم. أنا أقول في يناير لأن طبيعي لا لا طبيعي أن أي قرار تصدره أي دولة يتم يعني العمل فيه في بداية السنة في يناير. بداية السنة. أحمد شريف ممكن. مقتنعتي أنت؟ أنا بعد ما اقتنع. أنت مقتنعت إجابة هيفاء؟ أبي أسمعك أول عشان أشوف إذا اقتنعت ولا لا. أنا أقول في يناير هم يخططون بس في فبراير ينفذون. إيه؟ الجواب هو فبراير. جواب الإعلان دائما في ديسمبر، تعرفون بعد ديسمبر احتفالات البلاد، عيد الوطني، مناسبة زينة حق الإعلان. الأشياء الرسمية اللي سولف وايد صدقني يضيعك. لا أصلاً في ديسمبر هولي تحكي لكن ما صار عيد الوطني أصلاً في 53 يعني فاضيين إحنا. يلا ما أقنعتك. إجابتكم تقول عائلة أبو محمد. أحتاج إجابة. هنقص عليهم. هل شهر يناير، شهر فبراير أم شهر ديسمبر؟ ما لك جواب؟ هاي أبو محمد على بركة الله المرة ويا أحمد. ويا أحمد غلطان. فبراير. فبراير. ليش تقول له غلطان؟ لأنه هو غلطان يعني إنه الإجابة صحيحة. صحيحة. غلطان ليه؟ فكر وايد. إحنا ما ندري الإجابات ها. إجابة صحيحة فعلًا شهر فبراير. مبروك عليكم 20 نقطة. عائلة أم فاطمة سؤالكم يقول ما هو تردد موجة إذاعة بحرين إف إم؟ أحمد شريف. أبنى جماعة ما تحتاجون أحمد شريف. 101.6. لا لا. شنو النار راح إلها إقناع؟ هذه إقناع يعني ما يبلا يعني شيء. تبوا تسمعون هيفاء بعد؟ ما سمعتك؟ ما سمعت. 101.6. هيفاء. تحتاجين هيفاء في شيء؟ اسمع الكل. بحتاجهم. تفضل. 93.3. ما يبيله. 93.3. إيه بس هيفاء في أكثر من إذاعة. لو سمحت لو سمحت. في أكثر من إذاعة. لا تخربطونهم. لا تخربطون المشتركين. سامي. إذاعة القرآن إذاعة. بحرين إف إم. قاعدة دندنة. 98.4 معروفة. بحرين إف إم. بحرين إف إم. القرار راجع لكم يا عائلة فاطمة. إن شاء الله نتوكل على الله. 98.4. بحرين. ليش تغني يا سامي؟ ليش تغني؟ الإجابة خاطئة. 93.3 هي الإجابة الصحيحة. هاي الشبابية الشبابية. ما عليه. للحين عندكم سؤالين تقدرون تعوضون إن شاء الله. عائلة أبو محمد سؤالكم يقول عداءة بحرينية شهيرة. سامي معروفة. رقية الغسرة بعد عندنا كم واحدة؟ رقية الغسرة. نعم بس رقية الغسرة. هيفاء حسين ترى هو مضيع في الاسم. مريم الغسرة. صدق؟ انت مضيع في الاسم. لا لا مريم الغسرة. رقية الغسرة. لا في لبس في الموضوع ترى. كيفك؟ شلون اقول؟ مريم الغسرة انا متأكدة من معلوماتي. عرفيني بنت الغسرات. عائلة محمد. ما علي انا اعرف ان انتم بتختارون سامي بس سمعوني لا تضحك. سمية الغسرة هي ركضت بس تعبت. يا ترقيه.
يمكن صدقني بتزعل بتضايق. روح روح يا سامي روح وبتعرف ان سمية هي اللي تعبت ورقاية اللي كملت الموضوع. رقاية القسرة ابتسامة ابتسامة سامي رقاية القسرة رقاية القسرة تختلف المسافة. قال سمية تعبت رقاية القسرة إجابة صحيحة فعلا رقاية القسرة يا جماعة. إيه لا أكيد قبلها هي دربتها. مشاهدينا نرجع حق عائلة أم فاطمة. سؤالكم يقول في عام 1937 تم بناء مبنى للركاب المسافرين عرف باسم أحمد شريف. مطار البحرين الدولي. لا تطلعني كذي. يحتاج انك تقنعه. لا يعني مبنى للركاب مسافرين يعني ايش بيسوون يعني هل بيغيرون الاسم قبل وحين ايش بيسمونه يعني قبل مطار البحرين الدولي هذا هو من سنين ما تغير. هيفا لا لا مطار البحرين المائي لان ينعم لان كان في ذاك الوقت من المخطط انه يبنون المبنى ويخلونه عائم فعلى هالاساس قنعيهم هم مو بانا نكلميهم. لا انت لانه قاعد مو مقتنع من اجابتي. مطار لنجات هذا مو مطار. لا 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 هو المائي. هم تشوف من يقتنع المائي. سامي انا اقول مطار المحرك. مطار المحرك اي نعم بحكم انه يعني استوى في المحرك فاسهل شيء مطار المحرك. صح القرار راجع لكم والاختيار عندكم يا عائلة فاطمة. نقول مطار يعني البحرين نفس اللي جاب سمير هو على طول هو اسمه سمير جاب سميرة يعني ما تعب روحها المحرك مطار المحرك. الإجابة مطار البحرين الدولي مطار المحرق المبنى البحرين المائي المبنى العائم فعلى هالأساس شنو الإجابة؟ اتفقتوا؟ تعطوني إجابة يا عائلة فاطمة؟ يلا احتاج إجابة منكم. إجابة هيفاء. إجابة هيفاء مطار البحرين المائي. إجابة هيفاء فعلا إجابة صحيحة. مبروك عليكم بالعشرين نقطة. مطار البحرين المائي. أحمد شريف مصدم. أنا مصدم. والله حلو المعلومات. معلومات مطار البحرين المائي أعطيتكم الإجابة بالتفصيل. عائلة أبو محمد سؤالكم يقول ما اسم أول روضة أهلية في البحرين؟ أحمد شريف. روضة دار السلام. دار السلام. روضة دار السلام نعم. هي أول روضة كانت في درست فيها؟ في لا 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 ما بكذب نفسك أنا. كانت موجودة في المحرق وبعدها غيروا مكانها ودوها الزلاق. هيفاء أنا أقول البراعم الصغيرة لأن إخواني يعني يوم صغار كلنا صراحة درسنا في هذه الروضة. براعم الصغيرة نعم روضة البراعم الصغيرة. لا. سامي رشدون أنا أقول روضة دار الحضانة يعني روضة وحضانة فكل من يحضن هناك اليهال يعني تحضن زين حق اليهال. روضة دار الحضانة. عائلة أبو محمد القرار لكم. روضة دار السلام روضة البراعم الصغيرة أم روضة دار الحضانة؟ تعطوني الإجابة. استشارات بذبح واحد هاي ما بيجاوب. لا أمانة ما عندنا جواب بس بنمشي على رأي الوالد. الوالد شكله حاب سامي. حاب سامي دار الحضانة. كل من يحضن بعض. الجواب يقول روضة دار الحضانة. إجابة صحيحة. شفت شلون الوالد دائما يسمع كلام الوالد. قرار الصح لأنك كنت مو مقنع. وهيفا البراعم الصغيرة نعرفه أخذت أنا آي كيو يعني اقتنعت مني ترى ما اعرف الجواب ولا عائلة فاطمة اخر سؤال في هذه الفقرة موجه لكم. السؤال يقول ما اسم اول امرأة بحرينية حصلت على كابتن طائرة؟ احمد شريف. هذه ما صارت وايد توها هذه توها جديدة ترى مو بلقصوا عليكم يقول شيء قديم. المرأة هي اسمها ياسمين فريدون.
لا تسوين شيء في وجهك. ياسمين فرجعني ياسمين ما تسكبتني ياسمين من سنه ونص نايله سنتين انا ما اقدر احكم. لا بس انت تعرفينها صديقتك ياسمين. صديقتك ياسمين صح؟ ما بقول ياسمين اسمها ياسمين فريدون. نعم مو بياسمين امل. امل شنو؟ امل فريدون. امل امل. لا لا يا يبا لا لا اسمها هو على فكره انتم لاحظوا معظم الاسئله في مشكله في اللبس في الاسماء. الاسم الاول اي الاسم الاول الاسم الاول انا اقول امل امل اختلاف عليه. اي نعم سامي رشدان. انا اقول نرمين فريدون لان مررك نرمين ركبت الطيارة وركبت عندها في الجامسيت وصورت معاهم وحكم انها هي اول كابتن بحرينية. عندك الصورة؟ في التلفون الثاني ما القرار لكم يا عائلة فاطمة. ركبت على الجامسيت. لا ياسمين امل فريدون. ياسمين فريدون كاسم مركب. شنو احلى؟ نبين عليها كابتن ياسمين فريدون امل فريدون ولا نرمين فريدون؟ اعطوني الاجابة. الحين بقول لك اوكي قولي لي انا معلش من احمد اعطيني الاجابه. هو متحمس اكثر من نسيلة. هو لاني ابي اختار اجابته. انت بعد صح. انا بحتاج الاجابه عشان اقول لك اذا اجابتك صح. ياسمين. ياسمين فريدون. ياسمين فريدون واجابه خاطئة. صحيحه. ياسمين فريدون. عشان كذي احمد متحمس صح. صح صح معلومات معلومات صحيحة. مشاهدينا بكذي وصلنا لختام فقرة منه الصح. جاهزين تعرفون النتائج؟ عائلة فاطمة صار معاهم 85 نقطة في رصيدهم وعائلة أبو محمد صار عندهم 135 نقطة في رصيدهم. مشاهدينا بنطلع بريك بسيط وراجعين نتواصل معاكم مسابقة سين جيم. استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. مشاهدينا متواصلين معاكم مسابقة سين جيم. معانا في الاستديو اليوم عائلة أم فاطمة عندهم 85 نقطة من الجولتين السابقتين، وعندنا عائلة أبو محمد عندهم 135 نقطة من الجولات السابقة. اختبرنا معلوماتكم في الأسئلة، شفنا طريقة التواصل والاستشارات الحلوة واتفاقاتكم على الأجوبة. شو رايكم نروح حق الفقرة الجاية ونشوف شلون التواصل بينكم في التحديات؟ فقرة ولا كلمة. ولا كلمة من اسمها بتيون عندي هني بتمثلون، بيطلع من كل فريق شخص بيمثل حق أعضاء الفريق شيء موجود في هذه الكاردات، تختارون عشوائيا وتمثلون حق أعضاء الفريق في 45 ثانية فقط. إذا عرفتوا الإجابة في 45 ثانية بتحصلون 20 نقطة على كل إجابة صحيحة. إذا ما عرفتوا لا تقولون الإجابة لأن تقدرون تأخذون أحد من ضيوف الشرف يمثلون بدالكم في 45 ثانية إضافية، وبالإمكان أن أنتوا تحصلون 10 نقاط على السؤال إذا عرفتوا تجاوبون من خلال تمثيلهم. حلو؟ متفقين؟ يلا نبتدي؟ عائلة أبو محمد من بيطلع يمثل؟ محمد. يلا تفضل محمد هالطرف تعال هني. يلا خلطة بلطة أسوي لك نفس بابا ياسين. اختار لي فرها. أيوة جاهز؟ وقف هني قول لي جاهز. أوكي تمام؟ يلا لحظة جاهز؟ جاهز تفضل. كلمتين طق مسلسل شنو كلمات؟ بلاي ستيشن. لعبة بلاي ستيشن لعبة قديمة. أتاري. أتاري سيجا.
فاميلي. جويستيك. كرتون شنو هو؟ كلمة. لعبة لعبة. عشر ثواني. لعبة. ماريو. ماريو 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 سوبر ماريو سوبر ماريو سوبر ماريو سوبر ماريو صحيحة فعلاً. 45 ثانية عرفت الإجابة لعبة سوبر ماريو. رجعنا باسم الجميع لعبة سوبر ماريو. حصلت 20 نقطة لأن تعرفت على الإجابة من خلال تمثيل محمد. من بيمثل فيكم يا عائلة فاطمة؟ أنا. حياك. هالناحية جاب لي فريقك. يلا اختاري لي بطاقة. ايوه تعرفينه؟ اعرف قديم. اوقف هني. مسلسل هالبابا؟ اي اوقف هني. يلا قولي لي جاهزة عشان شغلت الوقت. اوكي جاهزة؟ يلا تفضلي. مسلسل كم كلمة؟ كلمتين فيه واو؟ اوكي كلمتين. اول كلمة دهشة. فوضى. عجيب. عجاب. دهش. دهشة. صدمة. نفس المرادف. يصرخ. خايف. كلمة ثانية. كلمة ثانية شرحين. يلا عندك عشر ثواني. حاولي. حاولي حاولي. خايف. شيء عجيب. شيء عجيب. عجل. اثنين واحد صفر. عجل. عجل. لا تقولين شيء ولا تقولون شيء. 45 ثانية خلصت. تعالي هالصوب واختاري لي أحد من الفنانين يمثل مكانك. شو ممكن تحصلون؟ أحمد شريف. أحمد شريف. أحمد شريف. تعبتوني ترى رايح جاي. عايش. خلوني من البداية هناك. لحظة. يا الله عيني على البوديوم. هالصوب أحمد. صعبة يعني الكلمة. ما أدري والله يمكن عليك سهلة. بسم الله. وقفيني. لا صعبة. من حقها. يلا. يلا. جاهز. خلنا نسولف نتعرف على بعض أكثر. يلا. بسم الله. من كلام تفضل أحمد. أوكي. أول كلمة شنو؟ كلمتين. الله شيء. فرح فرح. حلو حلو. شيء عجيب يعني. أوكي. عجيب وغريب. عجيب. رائع. عجيب. اوه استغراب شيء عجيب. زين عجيب. غريب عجيب. ثانية. عجيب هالدنيا. عجيب عجيب الكون. عجيب الدنيا. عجيب الجو. كلمة عجيب. اوكي الأولى. اوكي. ايه عجيب ال عجيب الوضع. عجيب ال صفر. خلص الوقت. يا الله عجيب. عجايب. واجد كلهم واجد. زيت العجيب. واحدة واحدة واحدة. عجايب. عجايب الزمان. شو تسوي الزمان؟ عجايب الزمان. صعب يعني زمان. اي علقها شو سويت؟ عجايب زمان. صح ذكرون. عجب عجب مسلسل بحريني. عجايب زمان. يلا يلا ما عليه. حصل خير. حصل خير. للحين عندكم فرصة عائلة الزمان صح بيته. معتمدين على محمد ها؟ ممثل. ممثل. يلا يا محمد. صعبة صراحة. ويل. اوكي؟ اوكي. يلا. وقف هنا. كلمة واحدة. قولي جاهز. جاهز. جاهز تفضل. كلمة واحدة. أغنية. أغنية. بحرينية. اوكي. دهشة. ضايع. ضايع. ضيعه. ضيعوه. 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 فعلا الاجابه صحيحه. ضيعوه. شفت البطاقه يوم انا رفعتها؟ لا والله لا والله. بس يوم سويت كذي وضايع. والله سويت كذي ضايع. قلت شوف عندنا اكس راي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني متدربين على ولا كلمه عدل شكلكم. عائله فاطمه. يلا يلا تفضل. شنو بنختار؟ ايه
ثانية. اوكي جاهز؟ يلا اوقف هني. يلا تفضل. فيلم؟ فيلم. كلمتين؟ كلمتين. قديم؟ قديم. اوكي. حزاوي؟ قراءة؟ يقرأ؟ قصة؟ قصة؟ رواية؟ رواية. شيء؟ حزاية. حزاية. حديث؟ حزاوي. حزاوي؟ حزاوي ايه؟ حزاوي الدار؟ ما يصير حزاوي الدار؟ حزاوي 10. الوقت؟ الزمن؟ حزاوي؟ 5 4 كتاب؟ 2 1 خلص الوقت. لكن لحين تقدرون تحصلون 10 نقاط. اختار هيفاء ولا سامي؟ هيفاء حسين. هيفاء حسين. حياك. متأكدين؟ ترى حسين توزيهم. خليك هني عشان منهم انا رجعي اللي سويته الحين. ما يندر انا بقدر ولا لا، بس يلا ان شاء الله. ان شاء الله نحاول ان شاء الله. يلا يا هيفاء يلا اتمادهم عليك. بس الزمان ما عرفت اشرحها. اوكي اوكي يلا. جاهزة؟ توهقت هيفاء. جاهزة؟ يلا تفضلي. اوكي فيلم. اوكي. كلمتين. كلمتين. اولى الثانية. الحين. الحين في هاي الوقت، في هاي اليوم، في هذه السنة، هاي الساعة، هاي الدقيقة، هاي العالم، الدنيا، الوقت، في هذا الجو، في هذه الأولى. 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 كتاب. كتاب. رواية. قصة. فيلم. فيلم. قصة. حديث. حكاية. قصة. حكاية. حكاية شنو؟ حكاية الزمان. حكاية اليوم. حكاية الوقت. حكاية حكاية الناس. حكاية الشعب. خلص الوقت. عرفتوا حكاية؟ حكاية بحرينية. حكاية بحرينية. وصلتوا حق حكاية. 5 ثواني كان باقي لكم بس لو عرفتوا بحرينية كان حصلتوا 10 نقاط. عائلة أبو محمد. يلا محمد بس خليك واقف هني. يلا. اوكي ما شاء الله. كلمتين. انا ما اخاف عليك. لحظه قولي جاهز. جاهز. جاهز تفضل. اوكي كلمتين. مسلسل بحريني. اوكي ثانيه. عائلة. جمهور. متسابقين. ناس. رجال. رجل. رجال. رجال. اخر الرجال. رجال. اخر الرجال. اجابه صحيحه. ما شاء الله عليك. خلي ما احتاج حتى 75 ثانيه الاضافيه. عائله فاطمه. آخر جميل. بطاقة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. حيات. تفضلي. سهل. سهل والله صدق. أوكي. يلا أكفي هني. هي سهلة. إيه. وقفت كارسون أنا. طالعي هالصوب. عرفتي؟ يلا. ساعدتك أنا بعد. جاهزة؟ أوكي. إيه. يلا. تفضلي. كلمة. اوكي هي ال اطفال. ايه مرادف اطفال. مسلسل. مسلسل مالي هون. ايه واضحة واجبة مبسوطة. مسلسل شنو؟ قناع. مسلسل يهال. شي قناع. باتمان. باتمان. سلاحف. نينجا. 5. مرأة. شاي. ماروكو. إيه؟ ماروكو إجابة صحيحة. على آخر صفيتي ماروكي. صفيتي قاعدة كل شيء. آخر ثانية الإجابة. القبلة. حاولت تقص شعرها مسكينة. بس حلوة حلوة والله شاطرة. في آخر ثانية جاوبتوها 20 نقطة. ألف مبروك عليكم عائلة فاطمة. مشاهدينا بكذي وصلنا حق ختام
فقرة ولا كلمة. عائلة فاطمة عندهم 105 نقطة، عائلة أبو محمد عندهم 195 نقطة. للحين ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل للمرحلة الجاية. للحين باقي لنا جولات في المسابقة، بنطلع بريك بسيط وراجعين نتواصل معاكم، خلكم معانا. أجمل شيء كان في المسابقة هو كمية الاحتفاء اللي حصلتها من الأصدقاء ومن العائلة. حصلت على المركز الأول في جائزة الشيخ خالد لروائيين الشباب على مستوى الخليج. ممتنة وسعيدة أن في توجه إلى الاهتمام بالطاقة الشابة الأدبية. الشيء الرئيسي اللي أثرت في الجائزة هو زرع فكرة النشر في ذهني، أن يمكن النسخة الثانية اللي ميزها عن النسخة الأولى كمية الاهتمام، سواء في التنظيم أو في التغطية الإعلامية أو في اختيار المكان أو في الحضور والضيوف اللي كانوا موجودين في المسابقة. حالياً أشتغل على سيناريو فيلم طويل وأشتغل على كتاب ثاني عن تجربتي في الجامعة. اهتمامنا اليوم بالثقافة وبالفنون ضرورة، فلذلك مهم أن احنا نواصل هذا الإرث، ما نخليه ينقطع، لأنه هو المقياس الحقيقي لمدى تطورنا. متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقة سين جيم، معانا في الاستديو عائلة فاطمة ومعانا أيضا عائلة أبو محمد. عائلة أبو محمد متقدمين في رصيدهم 195 نقطة، وعائلة فاطمة في رصيدهم 105 نقطة. مثل ما قلنا للحين ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل. نشوف اللجنة ايش رايكم للحين في الجولات. سامي بنبتدي فيك، ايش تشوف للحين؟ أنا واضحة بس يعني إن شاء الله ما أدري المرحلة هذه، يعني تقول واضحة لا، لأن ما شاء الله عليهم كاسرين كل التوقعات يعني. يعني أنا الحين قاعدة أشوفهم للنهائي. ما شاء الله متوقع شذي عندي إحساسهم، ما شاء الله عليهم. شوف أنت يعني تحس إن ما يضيعون حتى مساعدة، ما خلونا نقوم الساعة التمثيل جايين ليش؟ احنا نمشي البيت. لا لكم أكيد أساسي في البرنامج هيفاء، شلون بس بعد أقول لهم لا يأسون يعني. لا أكيد ما شاء الله، ما نعرف شنو بيصير لنهاية الحلقة بالضبط. طبعا هم عائلة أبو محمد واضح أنهم عندهم سرعة بديهة، لكن دائما إحنا نقول ممكن في آخر جولة صح تنقلب الموازين كلها صح. وهم بعد ما شاء الله عائلة فاطمة يعني فيهم الخير والبركة، تواصل بينهم حلو. نعم نعم، هذا الشيء اللي لاحظته بينهم، في حلو في تواصل حلو بينهم، فيقدرون أن يوصلوا معلومة حق بعض بطريقة سهلة. أحمد شريف شو رأيك اليوم في الحلقة؟ أنا يعني أهنيهم على يعني تمكنهم من الألعاب، بس أنا متفائل في فريق عائلة أم فاطمة. أحب اللي يقلب النتيجة اللي فاجئنا، فأنا أحس أن المسابقة اللي ما انتهت هي المسابقة مفاجأة. أيوة، فممكن أن يعدون نتيجة ويتقدمون بس كل التوفيق للفريقين، مو مع أحد أو ضد أحد، ممكن يعدون الفريق لأن الجماعة نظراتهم هني ما يشفيهم يعني. ما تبين التوفيق حق كل الجماعة، لا حد يزعل أهل التوفيق على ضروري يكون بينكم تواصل الحين مع اللجنة، لأن ليلة في الحلقات صار أن في أفرقة يقلبون النتيجة ما كنا متوقع في آخر لحظة تنقلب النتيجة، فما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل. عشان كذي من البداية أقول لكم ما نعرف شنو مخبيت لنا الحلقة، وما نعرف شنو راح تكون النتيجة في نهاية الحلقة، فتفائلوا بالخير تجدوه. وبنروح حق الفقرة الجاية، فقرة صح وخطأ. مشاهدينا فقرة صح وخطأ، من اسمها صح وخطأ. في سؤالين حق عائلة أبو محمد، في سؤالين حق عائلة أم فاطمة. هذه الأسئلة بسألكم إياها، وبعدين تختارون أحد من ضيوف الشرف يجاوب عنكم، تسمعون جوابه بتقولون لي صح غلط. نبتدي عائلة أبو محمد، السؤال يقول: فيلم تلفزيوني أمريكي بحريني من إنتاج شركة والت ديزني
أصدر عام 1971 حسيتك جاوبت بس لا أنا ما بيك تجاوب أنا بيك تختار أحد يجاوب عني والله إحنا والله متفائلين بسامي وايد وايد يشجعنا وجه الخير ها سامي عليك يلا يا سامي معروف هذا أحمد شريف مثل فيه لا هو أحمد والقراصنة أوكي أحمد والقراصنة إجابة خاطئة حمد والقراصنة حمد والقراصنة حمد والقراصنة إجابة صحيحة فعلا إجابتكم صحيحة إجابة سامي خاطئة حول الدودخم سامي ها تحط ألف على حمد حلوة منك حرف يفرق فعلا الحرف يفرق في هذه المسابقة فاطمة عائلة فاطمة سؤالكم يقول من هو اللاعب البحريني الشهير الملقب بصاروخ النسور من بيجاوب عنكم السؤال سامي رشدان سامي كلكم نسور. تبون سامي نسور لعبتنا نسور نادي الأهلي معروف كابتن حسن زليخ الله يعطي الصحة والعافية إجابة صحيحة أم خاطئة حسن زليخ لا لا قديم هاي عائلة فاطمة قديم لا قديم صحيحة أم خاطئة صح ولا غلط أحتاج منكم إجابة شو اتفقتوا معروف النسور قبل الحين سموا الأهلي النادي هاي حسن زليخ إجابة صحيحة أم خاطئة شو اتفقتوا يلا غلط غلط صح إجابة غلط 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 إجابة السؤال تقول فعلاً حسن زليخ إجابتكم خاطئة إجابة سامي كانت صحيحة عائلتكم محمد سؤالكم ما هي الحقبة الزمنية التي تأسس فيها مستشفى السلمانية الطبي من بيجاوب نأخذ هيفاء هيفاء يلا أنا أقول فترة الخمسينات ذكرين السنة هيفاء؟ لا بس الخمسينات أكيد صحيحة سنة 1957 ما شاء الله صحيحة وإجابة صحيحة بس مو 1957 1958 بس إجابتكم صحيحة في الخمسينات 20 نقطة مبروك نايلة ترى هم اللي يختبرونا هم اللي يختبرونكم فعلاً إيه يعني إذا جاوبنا غلط ضحكون علينا ودكم تبادلون قاعدين مكانكم وتتشاكون ما شاء الله عائلة فاطمة سؤالكم يقول أسئلتكم كلها كذي لاعب بحريني قدير كان صاحب أول هدف في أول دورة كأس خليج كأس الخليج من بيجاوب عنكم السؤال هيفاء حسين هيفاء حسين هيفاء متفقين على من يجاوب هيفاء أحمد سالمين صحيح إجابة صحيحة واثقين من الإجابة استشيرون بعض أحمد سالمين وفعلا إجابة صحيحة عائلة فاطمة 20 نقطة حق هذا السؤال وبكذي وصلنا حق ختام فقرة صح وغلط النتائج تقول عائلة فاطمة 125 نقطة عائلة أبو محمد 235 نقطة للحين أقول لكم ما نعرف من العائلة اللي بتتأهل اللحظة الحاسمة أو اللحظة المصيرية اللي ممكن تقلب الطاولات لحظة عرفتوا اللحن عرفتوا اللحن من اسمها بيكون في ألحان بتسمعونها في الاستديو هذه بيكون عددها 6 ألحان كل لحن لازم تسمعونه تعطوني يا اسم كلمات الأغنية أو اسم الأغنية إذا قلتوا اسم المغني تعتبر إجابة خاطئة فعشان شي أنا بهكم نحتاج كلمات الأغنية أو اسم الأغنية كل لحن تتعرفون عليه لكم 30 نقطة أكيد بتكبسون على الزر إذا عرفتوا اللحن أنا أقول سمعوا الألحان لأن بتسمعونها مرة واحدة والألحان بتسمعونها من ضيوف الشرف هم اللي بيلحنون الله يعينكم إن شاء الله ألحان خفيفة نرجع فيها بالزمن الجميل
ونسمع من سامي اول لحن. يلا يا سامي. في دمتكم انا ما الحان. انا ما العيش ولحن مو جديد لحن. بس يلا بنحاول. ركزوا ها. سواه حسين أمك يعني إجابة صحيحة. عائلة محمد إجابة صحيحة سواه. هيفاء لحنك سهل ترى. ركزوا ركزوا. أوكي أوكي شوف أسمع. تيرارا تيرارارا تيرارارارارا تيرارارا تيرارا لا 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 عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ سهلة وايد. نشاكين بس ما بنجاوب. وايد سهلة. نشاكين فيها لكن ما بنجاوب. نسوي باس؟ ترى فاز وايد عود يعني. يا صاجة يا صاجة؟ لا. إجابة خاطئة. يا ريتك ما طشيت. لو جريت. جريت. نقدر نجاوب احنا بس. جريت. محسوبة. لا ما نعرف. تبي توفرون النقاط؟ تبي تخسرون شيء؟ ما عرفنا نطلع غلط. أحمد شريف. بس ذكاء منكم. إي تكتيك. يلا. تم تكا 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 تم بوم تا هاي نحمل شيء صبرا هاي مال دخولك انت اي دخول شلون هذه بعد الدخول لا 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 نعم نعم نحبها أيوة. نعم نعم نحبها وديها ليش خايف ليش إجابة صحيحة هاي الإجابة صحيحة نبي حماس لا خلاص عبالي ليوان سامي رشدان هلا سمع لنا اللحن الجديد سدي أدونج وعد هاي يعني بلا طبقة لازم فوق أروح يعني الله يساعدكم أيوه محمد عبدو بس ما أجيبه يغني أيوه محمد عبدو فعلا إجابة صحيحة وأنا ضيعت أنا ما علاج ما شاء الله ضيعهم لا أقل شوية ذاك الصوت لا ما شاء الله وأول ما شغل السيارة ما يطلع الصوت أحمد شريف شنو اللحن اللي عندك اليوم حب السعد حب السعد حب السعد حب السعد لا تدي الصوت هيفاء بنختم في اللحن عندك سمعوا آخر لحن تيرا تا تا تيرا تيرا تا تا تيرا تيرا تا تا ترا تيرا ريرا را را رم تم ترا تا تا تيرا تلا لا 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 ترا لا 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 تيرا تيرا را را رم أسهل من شدي معاوض لا صبح حق هيفاء تيرا را را بقيمون الفرقة هيفاء ليش مو بتفرق سهلة ضيعين معاك سهلة سهلة هي ضيعنا والله ضيعنا هيفاء سهلة والله سهلة خلاص باس آخر لحن إحنا زين ها ما نعرف خلاص قول يا دانا شيء شيء شنو يا دانا شنو الكلمات للأسف خسرتم 150 غنوا يا هيفاء شنو غنيها هيفاء بحرين بحرين ترين بحرين بحرين ترين بحرين انت امنا بحرين انت امنا يا دانا يا دانا يا دانا حسبت لكم الثلاثين انت امنا قلنا لكم احنا نحتاج كلمات ففعلا اجابة صحيحة بحرين انت امنا وبكذي مشاهدينا حلقة اليوم العائلة اللي راح تتأهل معانا العائلة اللي فايزة عائلة ابو محمد 355 نقطة عائلة فاطمة 140
نقطة. تستاهلون عائلة أبو محمد التأهل للمرحلة التالية. عائلة فاطمة نورتونا وشرفتونا ونتمنى أنكم استمتعتوا. والله احنا استمتعتوا بوجودكم، نتمنى أن المعلومات حبيتوها والمسابقة كانت خفيفة عليكم واستانستوا ويانا. شكرا يا دكتور، شكرا لكم على المشاركة. مشاهدينا بكذي وصلنا لختام حلقة اليوم، تابعونا باكر إن شاء الله حلقة جديدة عائلتين يدد راح يتنافسون للوصول للجائزة الكبرى $100,000 أمريكي. مع السلامة. منطقة واحدة في البحرين بحرف الألف. جد حفص. جد حفص حرف الألف. بتصدقني كيفك؟ أنا أقول الرفاع. أيوة. أنت كله في الإمارات. ما في إلا أنا من زمن الطيبين يعني. ما يوز عن طابعه رشد. غلط. يا سلام يا سلام، قلت لكم خليني لكم العقبة. ملك أمل. كل مرة أطوف أقرأ تأسس سنة قناص. روبن هود. روبن هود فعلا إجابة صحيحة. عنتر وعبلة. عنتر وعبلة فعلا. لا 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 يا بين عيني الله لك عيوني. إجابة صحيحة. وهذه شلون ما عرفتها يعني الحين؟ سينو جيم رح نرجع بالزمن ورا، والماضي رح نتذكره. نتسابق بأحلى زمن، نتسابق بأحلى زمن، والمكسب شوفتكم ترى. رح نرجع بالزمن ورا، والماضي رح نتذكره. نتسابق بأحلى زمن، نتسابق بأحلى زمن، والمكسب شوفتكم ترى.